إذا قام الإمام من السجود قبل سجود المأموم، فهل يعيد المأموم هذه الركعة بعد السلام؟ إذا قام الإمام من السجود قبل سجود المأموم فهل يعيد المأموم؟ إن كان تأخره لعذر ما سمع ما فيسجد بعده وتصح صلاة. أما إذا تعمد، إذا تعمد التأخر عن الإمام فلا تصح الصلاة، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا سجد فاسجدوا، إذا ركع فاركعوا. نعم.